التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة مش عارف احب حد غيرك. بغير عليكي دي يعني ايه؟ يعني انا بحبك يا شهيرة، بحبك من اول ما شفتك. موضوع الخطوبة ده انا ما كنتش عايزه، بس خلاص رجعت في كلامي عشان خاطرك. خطوبة ايه؟ هخطبك هنا دلوقتي. ابوك يا خطيبتي. عشان انت كدابة وزبالة ومقرطصانة كلنا تاني. رغم كل المحاولات ان احنا نتكلم معاكي بالعقل والمنطق ونعرفك غلطك، برضه انت مشيتي اللي في دماغك. ممكن ما تتكلميش معايا كده؟ قابلتها. ردت فيها الروح يا نجيب. انا قلقانة على ادم من اخت الميكانيكي ده. شكلها واكلة دماغه وقلبها كيان. ما انا واخدة بالي. راكبه ومدلدله على الاخر، ممشيه على عجين ما يلخبطوش. ده حتى بطل سهر وسرمحه، وبقى من البيت للكليه ومن الكليه للبيت. ازوره بس ازوره بس، فاكرين الاغنيه دي اللي كانت بترقص عليها؟ ايه ده عمو؟ ابوهم كان دايما بيشغلها لهم وهم صغيرين وبيرقصوا عليها. ده ادم وفيفي كانوا بيقلدوا المسرحيه بالظبط.
فاهم حاجة. هو انت يا ابني مش دايما بتقول ان نحقق اي حد نعمل اي حد بالطريقة اللي هو عايزها؟ يا احمد ممكن بعد اذنك ما تستفزنيش. انا مش مستفزك ولا حاجة. هو العالم ما مش عكس دماغك استفز. لا انا مش بقول كده. بس انا باجي على نفسي كتير قوي عشان خاطركم. احنا بنكون عارفين ان حبيبة دي اهم واحدة بالنسبة لي الفرح تعملوها بطريقة كويسة وتحترموها. دماغك بتسلم عليها كأنها واحدة خربانة مثلا. ده ايه الهطل ده؟ بتحترم نفسك يا ادم في ايه؟ يا جماعة سوري مش قصدي ان انا اتدخل بس ما ينفعش خالص اللي انتوا بتتكلموا فيه ده دلوقتي. النهارده كان فرح اختكم واليوم كان يجنن. بس عايزين نتبسط ونبسط ايه يعني. ماشي يا شهيرة ما انا سكت عشان فرح ايه والله مش اكتر. هو انت كده وساكت يا ادم؟ خلاص بقى يا احمد في ايه؟ وبعدين على فكرة حبيبة كانت مبسوطة جدا ويعني ما بطلتش رقص وانت ما سبتهاش ثانية. انت بتعملها على انها اهم واحدة في الفرح. ماشي ما هي اهم واحدة في الفرح بالنسبة لي فعلا. ماشي واهم حاجة بقى انها ما حسيتش خالص باللي انت حسيت بيه ده يا ادم. ولسه مكلماك اهي دلوقتي ومش متضايقه ولا اي حاجه. طب خلاص بقى ممكن نقفل الموضوع ده ندخلها على الاوتيل دلوقتي. ما ينفعش اختك تشوفك وانت لابس وش الجزمه ده. الو ايه يا رشا؟ احنا داخلين على الاوتيل اهو استنينا بقى نخش مع بعض. ده افخم فرح حضرته في حياتي. لو توفيق عبد العزيز ما عملش الفرح ده لابني مين هيعمل؟ انا مش فاهمه بصراحه ايه ذوق السهره دي. ما احنا مهدود حنا معاهم من الصبح ومغنيين البلد غنوا ورقصين البلد رقصوا وخلاص بقى انا تعبت ربع ساعه وحمشي. احنا كده كده مش هنطول احنا عندنا سفر بكره. ايه ده هم؟ يا جماعه اللي موقفكم بره كل ده ما دخلتوش ليه؟ مستنيين قطر الندى. لسه فيفي وانجي نازلين من عندها. طلعوا يغيروا البدله والفستان ونازلين على هنا على طول فقلنا نستنيهم عشان ندخل كلنا مع بعض. بعدين فرصه نبعد عن الدوشه شويه جوه المزيكا. ليه وانتوا فاكرينهم هينزلوا؟ اكيد هيستفردوا ببعض. بس حضرتك كنت نجمه النهارده يا مدام رشا. مدام في عينك. خلاص جاهزه؟ خمس دقايق. امجد فين؟ سبقني على تحت. متحمس هو قوي على الافتر بارتي. مش عايزين نعرف اخواتك موضوع الافتر بارتي ده عشان في ناس كتيره من اللي تحت ما لهمش في رشا خالص. وبعدين ادم هيبقى نفسه يشدها في ايديه. عادي جدا بس اكيد احنا مش عايزين مشاكل خلينا نتبسط. اوكي. لا تيجي نسيبهم يتبسطوا هما وانا وانتي نتبسط لوحدينا. ايه؟ صح. وبعدين انتي هتروحي مني فين يعني؟ طب يلا بقى اسبق علشان انا اخواتي مش عارفين صحابك وزمانهم زهقانين. شكلك حلو بجد. ثانك يو. ما تاخريش. يلا. هستناكي. يلا. لا خلاص
مبروك يا أنا. خلي من نفسك. هجيب لك الصبح عشان اديك الموتور. خلاص بقى سواقني ده هيودينا مش لازم. مبروك يا ايه. ميرسي. ايه يا ايه؟ روحي معانا ولا ايه؟ خلاص بقى سافوره بقى يلا روحي لعريسك. هو مين اللي مع مدام رشدة؟ جاتلي نجيب جاتلي. بس انا كنت عارف انك هتسيب الدنيا كلها عشان عشان تجيلي. انا كنت عارف. اقعد. هو شارب كتير الدرجه دي؟ بيشرب المغرب تقريبا. انا اصلا عرفت بالصدفه ان هو هنا. كنت مسافر وبكلمه في طريق المطار لقيته بيرد عليا وهو متدهور خالص. جيت له. مبروك صحيح. يا نجيب مبارك لها علي يا نجيب. بتاعت انا مش بتاعت اي كلب تاني. وريله وريله دبلتك. وريله دبلتك خليه يعرف انت بتاعت مين. عشان ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انت بتاعت انا بس صح؟ ها؟ ولا انت شايفاني اناني؟ مش خايف على نفسك من فضيحة؟ خايف على آية؟ ها؟ أنا بخاف عليها. أنا بخاف عليها أوي. أنا أي نعم أنا ما قدمتلهاش أي حاجة. ما فيش عندي أي حاجة أعملها لك. بس أنا بخاف عليكي أوي. دي عملت عشاني حاجات كتيرة أوي لك. دي كل حاجة. دي حتى نفسها. بقيت أحلاها. كنت عايزة تعيش لنا بس. حتى الراجل اللي هي المفروض اتجوزته.
نورتي يا فندم. رقم غرفة 1118 الدور 11. سلامته ألف سلامة. الله يبارك فيك. الله يسلمك. مايسترو لو متأخر على المطار أنا ممكن أودي أنا. لا أنت مينفعش تتأخر أكتر من كده. يا دوبك تلحقين مع عزيمك وعريسك. أنا هطلع على الأوضة وأجري على المطار. هشام 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 يا جماعة حلم أبويا وأمي اللي بيحلموه من سنين خلاص اتحقق أخيرا. شافوني يا عريس. أبويا جاله حالة هستيرية كل ما يشوفني في الفرح يروح داخل ياخدني بالحضن قولي مبروك. فاهم؟ خلي بالك من عروستك. خلي بالك من عروستك. خليه يحل عنك شويه بالنبي. انا بقى موضوع تاخد بالك من عروستك فده مش اوبشن، ده غصب عنك عشان دي حبيبتي. انت حبيبي. ايه ده؟ وانا؟ تغيير ولا ايه؟ مش هنمشي بقى؟ انا لو مشيت دلوقتي امجد هيزعل. شوفي هو عمل ايه كل يوم من الصبح ده. بعدين خلي بالك امجد قمص شويه. انا تعبانه قوي. انا افضل ممكن صاحي لغايه بعد بكره الصبح. تعبانه قوي. طب لو مشيت انا؟ خلاص انت ممكن تسبقيني وانا احصلك. نادر طبعا انا مش عايز اوصف لك كلامك قد ايه مفرحني واداني ثقه في نفسي. حضرتك انا عندي طاقه دلوقتي اني اكتب روايه كامله حالا. هيحصل اكيد ان شاء الله هيحصل. وانا برضو اللي هنشرها زي ما هنشر المجموعه بتاعتك دي. هو حضرتك بتتكلم بجد؟ اه طبعا.
أنا مش بكلمك يا أحمد، أنت فعلا موهوب وأسلوبك بيعجبني، أسلوبك كده سلس وجذاب، وطريقتك في وصف مخليني أحس إن اللحظة اللي أنت بتوصفها دي كأني شايف صورة فيلم، ده بالتحديد حاجة جيدة جدا. طبعا إحنا هنعمل شوية تعديلات طفيفة، يعني هنشيل حاجة نزود حاجة، وده أمر مشروع بنعمله مع كل الكتاب المشهورين اللي إحنا بننشر لهم كتبهم. طبعا تحت أمر حضرتك وتحت أمر خبرتك العظيمة. يعني حضرتك أنا زي ما قلت لك كاتب هاوي، يعني بكتب بفطرتي، وأكيد الكاتب الاحترافي محتاج يعرف شوية مبادئ وتكنيك الكتابة وأصولها. أنا أعتقد إني محتاج أتعلم الحاجات دي كلها. أنت تسيب لي نفسك ومالكش دعوة. تحت أمرك. طيب مبدئيا احنا هنبتدي نشتغل على الايديتن بتاع المجموعه بتاعتك دي. لما تجهز 100% هتيجي هنمضي نطبع وننشر. يا رب يا مسهل. وبما اني بقى شايف ان انت شخص موهوب جدا، والمواهب الحقيقيه بقت نادره اليومين دول، انا كمان عندي ليك عرض تاني. تكتب افلام يعني؟ اه، هو شايف ان انا اشتغلت على نفسي وتعلمت كتابة السيناريو هبقى سيناريست شاطر، واداني مجموعه كتب اتعلم منها كتابة السيناريو. وصايد عليه سلوات افلام مكتوبه، ورشح شويه افلام اتفرج عليها، وهيكلم استاذ سليم الزيات يقرا المجموعه بتاعتي، لو عجبته هيخليني نشر في السيناريو. سليم الزيات السيناريست؟ الله يا احمد، والله انا فخوره بيك جدا. معلش لحظه واحده. ايوه يا ادم. يا ابني انت بتزن ليه؟ ما انا قايل لك ان حاجه البيت الساعه 9. طيب خلاص خلاص يا ادم، خلاص يا ادم، خلاص انا بقى، يلا امشي بقى. يا ابني انا مش فاهمه اي حاجه من اللي بتقوله ده. ماشي يا حبيبتي، انت مش لازم تفهمي، انا فاهم كل حاجه ودرس المشروع كويس قوي، واحمد عارف الكلام ده. لا وانت سيد العقلين، وطبعا كلنا لازم نسمع كلامك واحنا مغمضين. ممكن افيش بعد اذنك شويه الكلام ده؟ عشان انا فعلا بتكلم جد، وكلام جد جدا كمان. ادم انت عارف يعني ايه نكسر الوديعه اللي حيلتنا واللي لسه بنسدد منها اقساط البيت ده، ونجي لك انت المبلغ الكبير قوي ده عشان تشارك في المخارط؟ يا حبيبتي انت مش هتديني المبلغ ده لوحدي، المبلغ ده كلنا هنخش فيه في شركه، شركه بجد ليها ورق رسمي. افرض يعني المشروع خسر او حتى اتنصب عليك، يبقى احنا بقى على فيض الكريم؟ يا جماعه انا عارف المشروع ده مش هيخسر. ليه بقى يا ادم؟ ليه يعني مش هيخسر؟ بس كان رجال اعمال، ورجال اعمال بجد يعني اضخم مننا كلنا وبيخسروا. ولا انت بقى خبرتك في مجال المواتير والمخارط خليتك ما شاء الله ليك يعني مغسل وضوء من الجنه؟ لا عشان انا مش لوحدي في المشروع ده، انا هيبقى عندي شركاء عندهم خبره وضامنين ان احنا لو جبنا المخارط بكره يشتغلوا عليها. مين الشركاء؟ لا الصعد واخو حبيبه، ومعاه صاحب ورشه كبير. اه قول كده بقى، هو ده اللي زغلل عينيك وخلاك تحول من سواق لخراط؟ هو ايه اللي زغلل عينيا؟ على فكره يا جماعه انا اللي قايله على المشروع ده ومتحايل عليه كمان. يا حبيبي ممكن بعد اذنك تكوني ضامنه اللي انا بقوله ده؟ الفلوس هترجع لك وهترجع لك بالارباح كمان. وفين الضمان ده؟ انا الضمان ده تمام، انا الضمان يا جماعه، ولو كده انا مستعد اكتب شيكات على نفسي او وصل امانه كمان. ويعني لما المشروع يخسر ناخد بقى وصل الامانه نقدمه للنيابه ونسجنك مش كده؟ يا جماعه امال بقول ايه من الصبح، المشروع ده مش هيخسر. هو انت واخد بالك انت جاي تتكلم معانا في ايه؟ هو في ايه يا ابني؟ انت للدرجه دي اناني وما بتفكرش غير في نفسك وبس؟ وفرضا نسب المشرف اللي انت جايبه لنا ده. نسب المشرف؟ وايه اللي دخل ده؟ ولو هنتكلم عن كده فهو اه يا جماعه ناس المشرف ميكانيكي ومشرف. اه ميكانيكي ومشرف. الميكانيكي اللي مش عاجبكم ده دخل اخته كليه هندسه وهتبقى مهندسه قد الدنيا، وعلى فكره هي السبب اللي خلتني ارجع دراستي تاني. يبقى تركز بقى في دراستك وتاخد شهادتك، وبعدين بقى نمناقش اي حاجه تانية. طب ما انا بقى كان ممكن افكر بنفس الطريقه، اكسر الوديعه واخد ميراثي واسافر امريكا اخد الدكتوراه، وعلى الاقل بقى ده الحلم اللي طول عمري بحلمه، وده المجال اللي طول عمري عارفه اني ما بفهمش غير فيه. لكن انا عشان مش انانيه ما رضيتش اجرح الوديعه واضيع عليكم الفوايد. تقوم انت تيجي دلوقتي بمنتهى البساطه تقول لنا العبث اللي انت بتقوله ده، ومتخيل ان في حد فينا ممكن يوافق عليه؟ انا ضيعت وقت كتير قوي في كلامك العبيط ده، انا مش موافقه ومش هوافق. وانا كمان يا ادم مش موافق. وعلى اذنك. ايوه لحظه واحده بس. هل انت كمان شايف ان انا انقني؟ ان بقى المشروع ده نفسي مش لينا كلنا؟ لا يا حبيبي، انت عمرك ما كنت اناني، انت بس عاطفي ومتسرع، ولما بتطق حاجه في دماغك بتفضل وراها. اه عيل يعني. ما قلتش كده؟
تمام يا ماما تمام، بس ما تديقوش بقى لمصرف لوحدي وافتح المشروع ده، وانا عارف والله العظيم ومتاكد ان كلكم هتقولوا يا ريتنا سمعنا كلامه. لوحدك ازاي؟ هتجيب الفلوس منين؟ هتصرف. مش انت بتقولي ان انا عايل وفي دماغي ما اعمله؟ انا بقى مش شايف غير المشروع ده وهعمله، وهعمل الشركه مع الناس اللي مشرفكمش. انا ماسكه نفسي بالعافيه، بحاول افصل وما اخلطش الامور عشان خاطرك. اي كلام بقى في نسب او في اي مشاريع بعد ما تاخد شهادتك، ولو عايز تفتح الموضوع دلوقتي يبقى انا مش موافقه ومش هوافق. ما انا عارف انك مش موافقه، واخد بالي من ساعه فرح ايه، بس انا مش عايز ازعلك، مش عايز ازعل نفسي اكتر ما انا زعلان. يا ادم انت عارف انت بالذات عندي ايه. ماشي، يبقى المفروض الحاجه الوحيده اللي تهمك هي سعادتي. انت عمرك ما هتبقى سعيد مع البنت دي، في فرق شاسع بينك وبينها. دي اختك اللي اسمها بنت، لما كانت هتغلط الغلطه دي فكرت بعقلها واختارت الانسان اللي شبهنا. ماشي، اختي حاجه وانا حاجه، اختي حره في اختياراتها وانا كمان حره في اختياراتي. لو عايزه بقى تتكلمي من منظور البنت والولد فانا راجل يا ماما، وديت كلمتي الراجل، وان واحد زي اسطو عدو يستأمني على اخته فدي حاجه كبيره قوي لازم تفهموا كده. ولو انتوا بقى كلكم شايفين ان انا عيل فانا مش عيل، وانا هبقى راجل وقد الامانه. اختك ما غلطتش، انت عايز تدبستها في مشروعك ده عشان تكسب رضاه. لا غلطت، وكلكم غلطتوا، وانا همشي دلوقتي عشان انا مش عايز اغلط في حد. شكرا. يا ابن اللذينة يا ادم، هي دي المفاجآت بقى ولا بلاش؟ بجد برافو عليك. كنت عايز اعمل لكم مفاجأة كده، ما رضيتش اكلمكم قبل ماكي. طب انا هقوم اجيب لنا اطباق. لا خليك اجيبه انا. يا انجل بنت حلوة قوي الصراحة، هادي كده. وانا بقى مش هخليك تمشي لحد ما تزهق من الهدوء ده، واوعدك مش هتزهق منه خالص. لا لا انا مصدر رد على طول. لا طبعا انسى. طب ماشي خلينا نشوف تيجي بظروفها. على فكره انا بيت هنا في الاوتيل. ايه يا ابني الجو البلدي ده؟ ده بيتي وبيت اختك يعني. انت شبه اخويا، بس انا اخويا مش حساس كده على فكره. اخويا تلم ودمه سخيف. مالك انت عيان ولا ايه؟ لا لا امك واخواتك بقى. طب بص احنا هناكل ونقعد ونتكلم بقى نفهم ايه النظام. لا نقعد نتكلم ايه، انت النهارده تسيبيه يريح ساعتين كده وانت تروحي الكوافير وبعدين نجهز عشان ميعادنا، وانا هكلم نديم واقول له ان ادم جاي معانا. لا جاي معاكم فين؟ نديم سيف ده راجل لذيذ جدا وهتحبه، وانا متاكد ان دماغك كمان هتعجبه. لا بس انا فعلا مش قادر اشوف ناس جديده او اخرج وكده. ايه ده؟ انت عيان بجد؟ انا تقلق، انت كويس؟ لا انجي والله تمام يا جماعه، انا هطلع رايح شويه وانتوا روحوا وبتاع وبعدين ممكن ننزل ونتقفل. لا بص انت لو مش هتيجي انا مش هروح. ده ما انت مش هينفع ما تروحيش برضه، الراجل عامل عزومه يعني عشان احنا اتجوزنا وكده. يا جماعه ما انا والله تمام، روحوا انتوا وانا هقعد اريح شويه وبعدين كل واحد يعمل اللي هو عاوزه وتمام نتقابل يعني. Let me live that fantasy. صحة العرسين to the bride and to the groom. خد الجميلة دي انا اللي عاملها معاك مش انت. ميرسي قوي يا استاذ نديم. العفو، انا ما بحب حدا يشكرني ولا يقول لي يا استاذ. ولا بتحب يقول لك يا مدام؟ لا 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 بليز خالص، انا بالعافية اصلا يعني تعودت عليها. برافو عليك يا يوسف، تركت العزوبية كمان شخص بيستاهل انك تتركها كمان. عقبال ما نخليك انت كمان تتركها. بعيد الشر، انا ما بحب الزواج ابدا، بحب بقى هيك عصفور طيار. ده بدل ما تشجعه حرام عليك. شجعه على شو؟ شجعه على شيء انا ما بعرفه اصلا ولا حتى بدي اعرفه. انت شكلك بقى متعقد. لا ابدا، بس انا ما قدرنا نعمل عزوبية. يعني انت بين كل اللي عرفتهم دول مفيش واحد عرفت تخطفك يعني عرفت تقنعك؟ انا فاشل مثلك. فاشل ازاي؟ انت مش شايفه اللي انا فاشل؟ لا طبعا مش فاشل. براين ليه انا مش فاشله عشان اكون مع واحد فاشل؟ والله انجي مش قليله ابدا. خالص لا 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 انا غلبانه. بس مش لدرجه غلبانه برضه يعني، انا حفيت عقبال ما اقنعها، وبعدين دي طلعت دغرمه في الشغل كمان من شويه، وهتلاقيني انا اللي شغال معاها مش هي اللي شغاله معايا. عيونك فين الذكاء؟ حياء كمان.
حب وعذابي حب ووجعي قليل إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حلو ومر وطريق ماشيينه اسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وخطبته مفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة يا بيكره وده